أنا اسمي محمد طارق، من مهرجان الجونة السينمائي، بشتغل بروجرامر في المهرجان، وجاي هنا أول مرة في الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية. يعني هدفي الأساسي حضور شبكة وتكميل منصة الصناعة التابعة لأيام قرطاج السينمائي. انطباعاتي عن مهرجان قرطاج، مهرجان أيام قرطاج السينمائية، هو أنه مهرجان ذو حضور جماهيري كبير. الجماهير فيه مهتمة، عروض أغلبها كومبلي، لدرجة أحياناً بتصعب مهمة الواحد أنه يتفرج على الأفلام اللي ما شافهاش طول السنة. مسابقة الدوكيومنتري بالنسبة لي مسابقة انترستنج جداً، بتجمع عدد من أهم الأفلام العربية الموجودة في السنة، منهم أعنف حب الإليان الراهب، كباتن الزعتري العلي العربي. الجزء الثاني المتعلق بشبكة وتكميل هو وجود 15 مشروع، 8 مشاريع في مرحلة التطوير و7 مشاريع في مرحلة البوست برودكشن، متوزعين ما بين أفريقيا وما بين العالم العربي. شايف كمان أنه في يعني أنه الاهتمام بالامتداد الأفريقي هو اهتمام نادر وجوده في عالمنا يعني بشكل ما، وده شيء مهم جدا. أيام قرطاج السينمائية، الدورة 32، من 30 أكتوبر ل 6 نوفمبر 2021. نحلم فنحيا.